بكم إلى الرياضية. انخفاض أسعار النفط قد ينعكس سلبا على استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022. الحكومة القطرية حذرت من احتمال تأخير إنجاز مشاريع البنى التحتية الكبرى خلال السنوات الثلاث المقبلة أو زيادة تكلفتها على خلفية انخفاض أسعار النفط. وزارة التخطيط التنموي والإحصاء رأت أن الخطر الأساسي على التوقعات الاقتصادية هو عدم ارتفاع أسعار النفط العامين المقبلين، الأمر الذي سيبين العجز في الحسابين المالي والخارجي مما يستدعي بذل جهود للحصول على التمويل. وتقدر استثمارات قطر في مشاريع البنى التحتية للمونديال بنحو 100 مليار دولار. مستقبل مدرب منتخب إنجلترا روي هوتسون مرتبط مباشرة بنتائج الفريق في كأس أمم أوروبا. رئيس الاتحاد المحلي غريغ دايك ينوي التجديد لهوتسون حتى عام 2018، لكن نهاية اليورو ستحسم الأمور. ابن 68 عاما ينتهي عقده منتصف الشهر المقبل مع إزدال الستارة على اليورو، لكنه رحب بتمديد عقده حتى كأس العالم المقبل. هذا ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة المجموعة الثانية مؤقتا بانتظار مواجهته سلوفاكيا الليلة في ختام الدور الأول. مشجعو المنتخب الإنجليزي توافدوا إلى مدينة سانت إتيان تحضيرا لمتابعة مباراة الأسود الثلاثة ضد سلوفاكيا. الساحات العمومية والمطاعم ستشهد انتعاشا كبيرا في الساعات المقبلة، في حين تأمل قوات الأمن الفرنسي أن تمر المباراة من دون أحداث شغب. وسيتم نشر زهاء 1000 شرطي حول سانت إتيان، بالإضافة إلى 50 جنديا من الجيش الفرنسي وزهاء 1000 آخرين من الأمن المدني. كرة القدم الألمانية تعيش ذروة نجاحها في العقد الأخير. الأندية العالمية تتصيد النجوم الألمان، وبلاد الماكينات تستمر في إنتاج المواهب المميزة بعد فرض نظام جديد يحقق الملايين. في بطولة أوروبا عام 2000 فشلت ألمانيا في تمديد إقامتها في هولندا وبلجيكا وخرجت من الدور الأول. وقت ذاك بلغ متوسط أعمار لاعبي ناسيونال مانشافت 31 عاما، وسط غياب تام للمواهب الشابة. بطولة أوروبا عام 2000 كانت الحدث التي جعلت المسؤولين يدركون أن عليهم القيام بعمل ما لإنقاذ الكرة الألمانية. عام 2001 أجري تغيير جذري على نظام دعم المواهب الشابة. ممثلون عن الاتحاد الألماني التقوا بأندية الدوري بعد أشهر من الكارثة الأوروبية، وقرروا إطلاق إصلاحات شاملة تتضمن استثمارا سنويا في قطاع الناشئين والشباب قدر بعشرة ملايين يورو من أجل إعادة ألمانيا إلى عرش الكرة العالمية. في ألمانيا يعمل 1300 مدرب في 366 مركزا على كشف جميع المواهب. إن اكتشاف المواهب أصبح أشمل وأكثر حرفية، وهناك جدية في التعامل مع قطاع الشباب وتنميته. هناك اهتمام دائم بمن يستطيع إثبات نفسه، يهمنا فقط النتيجة التي نحققها بعد 10 سنوات. الأندية المحلية تستقبل أفضل المواهب في مراكز تدريب الشباب، حيث يتم توظيف 130 مليون يورو سنويا في بنيتها التحتية. شالكي يمتلك أنجح مركز بين باقي الأندية. الرويال بلوز خرج العديد من النجوم، أبرزهم الحارس مانويل نوير وعازف الليل مسعود أوزيل. لم نعد نلعب على ملاعب رملية ولدينا مؤهلات فنية أفضل. دائما يقال إن ألمانيا تنال الألقاب بالعمل المدروس، لكن لدينا أيضا لاعبون بارعون. الاتحاد الألماني يستعين بالخبرات الدولية من أجل الحفاظ على نوعية التدريب. وعلى غرار وكالات التصنيف الائتماني تقوم شركة دبل باس البلجيكية بتقييم وترخيص مراكز تدريب الشباب الألماني. وفي عام 2017 يبصر النور في فرانكفورت مشروع القرن، أكاديمية خاصة بالاتحاد الألماني تجمع مجالات التعليم والتأهيل الرياضي والأبحاث، خطوة يهدف الاتحاد من خلالها إلى إنتاج أفضل المواهب من أجل تحقيق النتائج الرياضية والمادية. والآن إلى جولة الصحف مع مايك شلهوب. شكرا وأهلا بكم في جولة على أبرز عناوين الصحافة الدولية التي نبدأها مع واشنطن بوست التي عنونت كافاليرز أنها حقبة خيبات امتدت لأكثر من 50 عاما لكليفلاند مع التتويج بلقب الـ NBA. الكاتب قال إن في هذه المراحل تولد الأساطير، وتحديدا بعد حسم اللقب في اللقاء 67، ولا سيما أن جولدن ستيت كان متقدما في السلسلة ب3-1، وفي المباراة الأخيرة دخل غرفة تبديل الملابس في نهاية الشوط الأول
متقدما بسبع نقاط. إلى الصحافة الفرنسية مع فرانس فوتبول الواسعة الانتشار، فقد عنونت: منتخب فرنسا لم يستغل لاعبيه في الاحتياط. الدولي الفرنسي السابق برنار كازوني انتقد أداء بلاده بتركيزهم على العامل الدفاعي أكثر وكانوا بعيدين عن مستواهم كما في المباراتين الأولى والثانية. لاعب مارسيليا السابق تغنى بنجمي المنتخب بول بوغبا وديمتري بايت. من فرنسا ننتقل إلى الأقلام الإسبانية وتحديدا مع أس المدريدية، فقد عنونت: خيسيه يبحث عن مغادرة من ريال مدريد بسبب عودة موراتا. الكاتب عاد إلى الوراء حين جددت إدارة النادي الملكي لمهاجمها خيسيه رودريغاز حتى عام 2017، وذلك بهدف إعارته الموسم المقبل في ظل اهتمام إسبانيول وباير ليفركوزن بضمه. اليومية ألمحت إلى أن الريال مستعد لإعادة لاعبه السابق ألبارو موراتا بعد تألقه مع يوفنتوس الإيطالي. من إسبانيا ننتقل إلى إنجلترا مع ديلي ميل التي عنونت بدورها: إنجلترا لإراحة وين روني أمام سلوفاكيا، حيث أن روي هوتسون يراهن على تبديل 6 لاعبين في مباراة حاسمة في المجموعة الثانية. اليومية وصفت خطة مدير الجهاز الفني بالمراهنات الخطرة على أن يكون روني أحد اللاعبين على مقاعد البدلاء إلى جانب مواطنه هاري كين ورحيم ستيرلينج. مع هذا الخبر من إنجلترا نأتي إلى ختام الجولة الصحفية، والآن عودة إلى متابعة النشرة. شكرا لك مايك. المباحثة بشأن انتقال بول بوغبا إلى ريال مدريد انطلقت. وكيل عمل النجم الفرنسي مينول رايولا أكد بدء النادي الملكي خطواته إلى التعاقد مع موكله بداية الموسم المقبل. وأشار الوكيل الإيطالي إلى أن لاعب يوفنتوس معجب بالميرينجي ومدربه زين الدين زيدان. الصحف الإيطالية والإسبانية أشارت إلى أن النقاش بين إدارة الناديين سيحتدم حول المقابل المادي للصفقة، إذ ستكون قيمتها بين 120 و140 مليون يورو. انتهت حقبة محمد بودريقة مع الرجاء البيضاوي وسعيد حسبان رئيسا جديدا للنادي المغربي. الجمعية العمومية للرجاء انعقدت في الدار البيضاء، وبعد عرض التقريرين الإداري والمالي أعلن بودريقة استقالته. وبعد انسحاب المرشح عادل بالمعروف فاز حسبان بالتزكية، مؤكدا أن لديه برنامجا متكاملا بغية إعادة الهيبة العالمية. مين عم يعيط؟ باش نزيدوا لقدام، وما يمكنش اي مشروع ولا اي عمل ينجح بدون جمهور. احنا في حاجه ماسه الى الجمهور الرجاء البيضاوي وفي الخصوص في هذه الظرفيه الحاليه، لان احنا كاشخاص كليفلاند كافاليرز بطل اعرق دوري لكره السله حول العالم الان بي اي، منع منافسه جولدن ستيت ووريرز من التجديد لولايه ثانيه تواليا في المباراه السابعه والحاسمه، وكان عنوانها ليبرون جيمس ولا شيء سواه. لم يكن مخطئا من أطلق عليه لقب الملك. ليبرون جيمس بكى في ليلة تتويج كليفلاند كافاليرز للمرة الأولى عبر التاريخ، ذرف دموعا بعدما أعاد فريقه من البعيد. كان كليفلاند متأخرا في السلسلة بانتصار وحيد في مقابل 3 لجولدن ستيت ووريرز حامل اللقب، لكنه أبى تكرار سيناريو الموسم الماضي. أفضل لاعب في السلسلة النهائية كان قد وعد جمهور كليفلاند قبل عامين بأن يجلب الكأس إلى مدينتهم للمرة الأولى عبر التاريخ، وها هو يفي بوعده. هذا الحجم من الإنجاز غاب طويلا عن المدينة الواقعة في ولاية أوهايو، وتحديدا منذ عام 1964 حين فاز فريق كافاليرز لكرة القدم الأمريكية باللقب المحلي. ابن ال 32 عاما حقق ثنائية مزدوجة في 5 مواجهات في السلسلة النهائية وصولا إلى السابعة، حيث وقع على ثلاثية مزدوجة مؤلفة من 27 نقطة و11 متابعة و11 تمريرة حاسمة، إضافة إلى تصديه للكرة 3 مرات. الملك لم يغب عن نهائي الـ NBA طيلة المواسم الستة الأخيرة ليحرز اللقب في 3 مناسبات، بينها 2 مع فريقه السابق ميامي هيت. إنجاز لم يكن ليتحقق لولا معاونة زميله وأحد هدافي الدوري الأمريكي كاري إيرفينغ صاحب النقاط 26 في المباراة الحاسمة. في الليلة الأخيرة من الموسم الحالي تألق دريموند جرين نجم جولدن ستيت بتسجيله 32 نقطة والتقاطه 15 متابعة، أرقام لم تكن كافية للوقوف على منصة التتويج لأن زميله ستيفن كاري غاب عن مستواه المعهود، فسجل 6 رميات ناجحة من مختلف المسافات من مجموع 19. لاعب كليفلاند جي آر سميث ينهار بالبكاء خلال حديثه عن والده بمناسبة عيد الأب.
عقب فوز فريقه بدوري الNBA. سميث بدأ بالحديث عن ذكريات صباه مع والده الذي حرص على تعليمه كرة السلة. نجم الكافز سرعان ما دخل في نوبة بكاء حادة تأثر من خلالها جميع الحاضرين وعلى رأسهم والده. سميث مر بعدة امتحانات صعبة في حياته، حيث دخل السجن شهرا بسبب مخالفات في قيادة سيارته، ما أودى بحياة صديقه أندريا بال في يونيو حزيران من العام 2007. منع رياضي روسيا من المشاركة في ألعاب الأولمبية يتفاعل، وآخر فصوله تصريح ناري لوزير الرياضة فيتالي موتكو. الوزير طلب بحل الاتحاد الدولي للألعاب القوى على اعتبار أن رئيسه السابق لامين دياك متورط في الفساد، سواء لحصوله على روشن أو لإخفاء عينات من فحوصات المنشطات. هذا وكان ملف المنشطات قد تحدث عنه الرئيس فلاديمير بوتين، وطلب بمعاقبة من ثبتت عليه الاتهامات وبعدم معاقبة العائلة الرياضية الروسية بأكملها. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا الرياضية المفصلة. لمزيد من أخبارنا دائما الميادين.net. شكرا لكم على حسن المتابعة. في أمان الله.